تناول رواد التواصل الاجتماعي صوراً لعدد من نواب البرلمان العراقي تعرضوا لأزمات صحية أدخلوا على إثرها المستشفى. خلونا نشوف النواب ونشوف ليش داخلين للمستشفى، ومن بعدها يكون لنا تعليق. شفنا الصور. أنا رح أحكي بلسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي. المعلقون استغربوا من هذه المصادفة الغريبة وربطوا الموضوع بجلسة السبت التي من المقرر أن يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية والموافقة على مرشح لرئيس الوزراء. طبعا هذا الموضوع لاقى ردود أفعال كبيرة، يعني أعتقد هذه الأفلام بعد الشعب ما يصدقها. خلاص أريد سيناريو جديد حتى تطلعون به، حتى ما تروحون لجلسة البرلمان. خلونا نشوف تعليقات. فكانت أولى تعليقات بالفيسبوك: نواب البرلمان وقت استلام رواتبهم كلهم حاضرين وبصحة جيدة، ولكن بوقت مناقشة مصلحة الشعب خطية، قسم منهم مرضى وقسم منهم عندهم شغل وما يقدرون يحضرون. بس الله يخليكم إذا صار وقت استلام رواتبهم خابروهم. والله يا بخوش برلمان، صدقوني عراق بحاجة لرئيس مثل رئيس كوريا الشمالية، حتى إذا مرضى يجيبهم. والله نروح نشوف تعليق ثاني. يلا مخرجنا. فكان التعليق الثاني: النواب نجحوا في التمثيل بكل شيء، لكنهم فشلوا بتمثيل الشعب. لا رئيس عندنا ولا موازنة، انقرت برلماننا عبارة عن شاي وكذب. حلوة، حبيتها.